خلينا نرجع نروح لنيفين بقى، نسمع كلام النجمة بتاعتنا نيفين. انتي عندك بنوتة صغيرة انا عندي بنوته عندها 6 سنين، ست هي سنين نفسها بنوته وانتي بقى. لسه بيبي يعني نيفين، انتي اكيد مريتي بمرحلة المدرسة وكده، حسيتي وانتي 11 12 سنة بالحب البريء الجميل ده في المدرسة، وكنتوا ميكس ولا لا؟ لا، ما كنتش ميكس خالص، كنت في ابتدائي بس ميكس، واكيد في ابتدائي يعني ما كانش فيه اي حاجه خالص، في الباقي كله كنت مدارس بنات وكده. تمام. دايما كان كل حاجه، بس انا بشتغل من زمان جدا، يعني انا في التمثيل من فتره بتمثلي كبيره وانتي قوي، فانا صغيرة؟ كان دايما كل حياتي المدرسه والدروس والنجاح، وماما تسيطر علينا بقى في المذاكره والكلام ده والتصوير والشغل وكده، فانا ما كانش عندي تقريبا وقت لاي حاجه ان انا عندك افكر في اي الاختلاط حاجه في او بتاع. التصوير يعني، انا بتمثلي عندي مع اولاد الاختلاط. صغيرين، حبيتي حب بريء بتاع لا حاجات من دي، لا خالص، برضو في تحفظ زيادة. لا مش تحفظ زيادة، هو بس امال اتربيت على كده، طيب، اتربيت امال ان انتي انا ليه رايحة موافقة؟ ده شغل. انتي قاعدة مع الموافقين، لا انتي ليه موافقة حاسة ان هي انا هتواجه دي مشكلة مشكلة، لما انا تكبر؟ موافقة في حدود ايه دلوقتي، احنا اولا واخيرا احنا في مجتمع شرقي، في طبعا. حاجات تنفع وفي حاجات ما تنفعش. انا موافقة جدا على ان في زمالة في الشغل في الدراسة، في اوكي هما دول اللي يعني موجودين، تيجي دي جانا الزمالة. لما تكبر شوية تقول لك زميلي زميلي بحبه، لا. ها؟ مش صاحبي، لا، زميلي لان في بحبه. الوقت ده سن مراهقه، ده يعني اي كلام، مفيش حاجه اسمها حب في الوقت ده، فانا صعب جددا ان انا اطوعها في الوقت ده. واه هتعملي يا ايه بقى انت؟ حبيبتي وبتاع، لا هفهمها ايوه، ان مفيش هو ده حاجه النقطة اسمها اللي حب بكلم في فيها، الوقت ده. ان انت ليكي دور، طبعا. يعني انت ما ينفعش انك تبقي واقفة من بلكونة تقولي لها لا ينفع ما ينفعش لا، روحي ما ينفع. الرعب وده والفزع، ده لا، من انا دلوقتي ليا من دور وهي بالظبط، صغيره جدا في السن ده، انا بحاول اكون صاحبتها جدا، بحاول هو اخليها ده اللي تحكي لي بكلم كل فيه، في حاجه. تأهيل لو للولد كبت للبنت. بحاول افهمها ان بلاش كده، نتكلم مع ما بعض هو احسن، كمل في وانا مش المدرسة، هعلم ليكش حاجه. مختلطة؟ هل اللي انت كنت بتعمليه مدرسه. ده كان بيتعمل معاكي من مامتك؟ اذا انت طالعه واخده نفس الصوره اللي ماما كانت كمان بتأهلك انت وانت صغيره، ان في طبعا. ولد طيب وان في صحوبيه، هتدخليها بس مدرسة لازم مشتركة؟ يكون في ما بين الولد والبنت حدود، لكن مش نقفل على بعض زي ما انتي قلتي، نفصل ده عن ده ونريح دماغنا، الممنوع مرغوب. بالظبط، المدرسة هتبقى مشتركة ولا هي هتفصلي؟ دي اوريدي في مشتركة، مدرسة مشتركة.